عادي إذا وقت أدركنا ما قصروا الربع. لا لا نسمع، لا نسمع. عندنا أنا أيضا دقيقتين. أبيات مي طويل إن شاء الله. إن شاء الله. ذكرنا أبو عبد الله شاعر عايض على الغزل، على الرغم أننا يعني نكتب قليل غزل مثل الله ما الله. قال لكن أذكر قصة أثناء ما كنت أدرس بالجامعة فكتبت على موقف هذه القصيدة. الله الله. يقول الجامعة داومت به 4 سنين. نعم. الجامعة داومت به 4 سنين طبعا بعضهم بالغرور اتهموني تدري بدوي صعب التعايش ولا لين ولا هو ضرور المجتمع يفهموني. أذكر عدد طلابنا كانوا 2000 شافوني ماني يمهم وتركوني والنوب لحية زودت بلة الطين. المهم قاموا كلهم يكرهوني والنوب لحية زودت بلة الطين. المهم قاموا كلهم يكرهوني ما غير طالب رافقا مزهر حسين وعقبه بعض طلاب قاموا يجون يسمعون سولف على الصلاة وعلى الدين وكل ساعة ياتوني ربع يسألوني. والموقف المحرج حصل يوم الاثنين. ايه الموقف المحرج حصل يوم الاثنين. بنتين عند المكتبة ينطروني وحدة بأدب قالت مطوع هلك وين. يعني هي تحرشت. الله الله. وحدة بأدب قالت مطوع هلك وين. قلت انت وش دخلك في شؤوني. قالت لي عفوا بس عندي كلامين عمرك شفت في عصرنا يشبهوني. ترى انا لحد الان ما بحرت لانه ما يجوز. ما بحرت. النظرة الأولى يقول لك حلال. عمرك شفت في عصرنا بس خاف يكلم. عمرك شفت في عصرنا يشبهوني. الله يجيرك يوم بحرت به زين. الله يجيرك يوم بحرت به زين. وقفا عن الترميش ساعة عيوني وحاولت أبين ما تهز المزايل لكن توضح من تعابير لوني والرايت البيضة تظل الشياطين. بغيت أصد من الحي وشجعوني. ألعن أبو حيك ولك هذه منين يا الربع خده مثل برق مزوني. الله من الله أكبر. من صرت ما شايف بنات السلاطين لكن رطيب. أقول بحسنها يعذروني والله يا لو ما سولفت لا علي دين لأقول هذه مو بشر شيء كوني لا شبهرت قصت لي القلب نصين. أهل الكفر لو شافوه يسلموني من زينها جيرانها لها مجانين سولفت هالشيابنا وكذبوني. من زينها جيرانها لها مجانين سولفت هالشيابنا وكذبوني وصلابهم شايب قرى صورة التين يوم عرضت خربط قرى زملوني. الما يصدق منكم يصبر شويل يشوف هذه صورته بتليفوني. الله الله عليكم لا تصيبونها بعين وان كان ما سلمت معاه ادفنوني. الله بارك الله فيك. اذا تعلق قلبي فيك ها يريد معها تسلم صح الله.